الله يسعد لي اوقاتكم حبايب قلبي متابعين، يعطيكم الصحة والعافية. اليوم والله وصفتنا فاصوليا بالزيت الزيتون، أكلة سهلة وطيبة ولذيذة. فاصوليا خضراء طبعا، قدامها فليفلة وبصل أخضر، أكلة طيبة وسهلة على السريع بتصير، يعني شغلة تلت ساعة 10 20 دقيقة بتصير. ما شاء الله تبارك الله، شايفين حبايب قلبي؟ ربي يسعدكم ويوفقكم ويجبر بخاطركم يا رب. عندي كيلو فاصوليا، نص كيلو بندورة مقشرته، جزات كزبرة طبعا، وثوم داقة، وملح وفلفل، زيت الزيتون طبعا، كاسة شاي زيت الزيتون. شايفين بهالمقادير، فاصوليا غاسلته مقطعته، انا مجهزتها بس عشان اختصر الفيديو. انا حطيت زيت الزيتون بالطنجرة وعم قلي التومات عشان نختصر الوقت، يعني شايفين هيك يعني يصير لونه ذهبي التومات. هلا بدي احط كزبرة اليوم هيك كمان، لا تدبل جرزة الكزبرة معي، كزبرة خضرة طبعا، نحن شو عم نحب الكزبرة الخضرة. بتقدروا تحطوا بودرة الكزبرة انتو اذا ما بدكم، ما بتحبوا الكزبرة الخضرة، بس شو عم اللي بحطوها الكزبرة هي اللي بتطيب، الكزبرة والتوم الفاصولية طبعا. شايفين حبايب قلبي، وهلا بسقط الفاصولية طبعا. وبحركهم مني طلع اقدر هيك فنجان قهوة مي، حط لها ملح وفلفل وغطيها، ملح وفلفل بحركهم مني، وهلا بغطيها وبهدي الغاز عليها لا تستوي. طبعا هاي الفاصوليا خضراء بدها شوية مي عشان تستوي، ما اذا كانت مفرزة ما بدها، اذا ما حاطينها بالفريزة بتجي تسوي دغري بسرعة. انا سويت معنا الفاصوليا، رح اسقط البندورة المفرومة فوقها، طبعا انا البندورة مقشرتها، حطيت اقدر نص كيلو بندورة، وبحركهم منيح ولا بغطيهم طبعا، وبهدي كمان الغاز بخليه مهدى يعني وسط. طبعا هي البندورة هلا بتنزل مي كمان، شغلت كمان 10 دقايق بكون جاهزة اكلتنا. نغطيها نهدين الغاز وسط عليها، بعد 10 دقايق شايفين رديت، بعد حطيت البندورة، يعني بين 10 دقايق بين ما سويت الفاصوليا 10 دقايق تقريبا، كمان البندورة 20 دقيقة تقريبا سويت عندي الفاصوليا. هلا بدي اسكبها، صارت جاهزة ما شاء الله، أكلة سهلة وطيبة ولذيذة. اللي بيحبوا الأكلات النباتية، اللي ما بيحبوا اللحمة، هاي أكلة نباتية تعتبر. شايفين حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الله، صارت جاهزة أكلتنا. هلا بحط لها شوية كزبرة على وشها، بكف الفليفلة بزينها بداير مدارة كمان،
شايفين شلون عم زينه؟ هذا العصفور وين ما بروح بيلحقني، تاركينه بدون قفص بيطلع بيفوت لحاله، وقت بيجوع بيفوت على القفص بياكل وبيطلع، ما شاء الله عليه، مربع على الغالي هالعصفور. شايفين صار جاهز الأكلة معنا ما شاء الله تبارك الله، قدامها بصل وفليفلة، أكلة طيبة بتتاكل بالخبز، يا الله ما أطيب يا عيني زوزي، إذا في خبز مشروح ما في أطيب منه كمان، وبالعافية بالعافية علينا وعليكم. شايفين ما شاء الله عليها أكلة طيبة وعلى السريع صارت ما شاء الله تبارك الله. حبايب قلبي حبايب قلبي، لا تنسوا اللايك، المشترك عندي اشترك فضلا ليس امرا، ربي يوفقكم ويسعدكم ويجبر بخاطركم يا رب. وبعد ما خلصنا غليت فنجان قهوة تروقت فيه بعد العشاء، جهز فنجان قهوة قعدت اشرب على، تعرفوا الواحد بعد ما بيتعشى يا فنجان قهوة يا كاسة شاي، قمنا شربنا قهوة ما شاء الله تبارك الله.